بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدراسي الأمين الأمينة نعاودو. إيه إيه بيان سير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدراسي المدينة الأمينة اختارت له الإدارة الجهة المنظمة للكشاف الإسلامية الجزائرية فوت شهيد قدو الملحية هذا الشعار للذكرى وللتخطيط. يعني عين كبيرة كما يعرف الجميع شهدت مأساة كبيرة ويعني وفيها كثير من الخسائر المادية وخسائر البشرية. نسأل الله عز وجل أنه يجدد عليهم الرحمات ويعوض أهلهم خيرا في مصيبتهم. إذا الدوافع اللي دفعتنا لتنظيم هذا اليوم الدراسي انطلقنا من جزئيتين بسيطتين. الأولى أنه الناس نسات العمل هذا، نسات هذا الحادثة هذه، هذا الشق الأول. الشق الثاني الخطر مازال قائم. إذا بين الفكرتين لي دو بول هذو أنه الناس نسات والخطر مازال قائم، هذا دفعنا إلى أن ننظموا هذه المدينة للذكرى وللتخطيط. طبعا من تأطير جهات مختصة، الحماية المدنية، شركة الدراسة التقنية سطيف، مصالح التقنية لبلدية عين كبيرة، شركة أمن هيد، وهي كلها جهات مختصة في هذا المجال من أجل وضع رؤية تقنية ستانديبا سيونتيفيك فير، يعني وضع صور أو تصور تقني من أجل الحد من مخاطر فيضانات. طبعا وما دام الخطر قائم فمعناته الوقت أمامنا، يعني ما زال فيه إمكانية للتدارك. بين قوسين الله عز وجل رحمنا في هذاك النهار أن الفيضانات جت في وقت متأخر، وكان يوم الأول من رمضان والناس الحركة قليلة وكانت شوية مطر. يعني تخيل لو كانت في لور دو بوانت يعني في وقت الخروج المدرسي، لا العياذ بالله كنا نحسب ضحايانا بالمئات، كون الولاد تاع المدرسة كون دامت.